طيب السؤال الاخر الثاني، هل في يعني قاعده تفرق يعني تعرفنا او تعلمنا الفرق بين الكبائر والذنوب العاديه؟ وايه والذنوب العاديه يعني في الفاظ؟ طبعا 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 لا شك في هذا. يعني يسأل الأخ سؤالا، ما الأمور التي بها نحكم أو ما القواعد التي بها نحكم على الشيء هذا أنه كبير أو صغير، هذا سؤالك؟ نعم. أيوة طبعا لا شك في هذا. أولا كتنويه، من العلماء كالصنعاني رحمه الله صاحب كتاب سبل السلام، وهو عالم كبير من علماء المسلمين، قال قولا ظاهره فيه الصواب لكن باطنه فيه القصور، فقال إننا نقتصر في تعريف الكبيرة على الذي سماه الله كبيرة أو سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة، ظاهر الكلام الحسن، لكن عند التحرير في أشياء ما سماه الله كبيرة مع الإجماع لأنها كبيرة، مثل الزنا مثلا، ما في الكتاب العزيز نص يقول الزنا كبيرة، لكن لا اختلاف بين أهل الإسلام في أن الزنا كبيرة، مثل السرقة مثلا. لكن الضبط الذي وضعه العلماء كان أشمل كل ما لعن الله فاعله أو توعد عليه بالنار أو توعد الله فاعله بعدم كلامه يوم القيامة أو بعدم النظر إليه يوم القيامة أو بحد من حدود الدنيا، حد من حدود الدنيا، أو قال فيه النبي ليس منا من فعل كذا وكذا، على هذا الغرار حددوا الكبائر. وأنصحك بقراءة مقدمة كتاب الكبائر، وينقل عن ابن عباس وليحرر أنه قال هي 70 أقرب منها إلى 7، هذا كله فضلا عن الذي سماه النبي كبيرة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور. ومعنا بعض إخواننا الأخ الشيخ سعيد القاضي وفقه الله، ممن يطلبون العلم معنا، صنف كتابا طيبا في الكبائر، فاستفاد من علم الأولين وأضاف إليها بعض الإضافات وحقق الأحاديث. أنصحك باقتناء هذا الكتاب الطيب. جزاكم الله خيرا، أحبك الله.